وابدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اجدد بكم وبحضراتكم التحيه والترحيب في انطلاقه الشوط الخامس للابكار الاجداع المحليات على بركه الله. اعلنت الانطلاقه مباشره مع الصداره ليتابع غزر سعيد بن مظفر بن محمد العامري من يقدم شعاره مع المركز الاول، بينما المركز الثاني القادمه والحاضره اتابع زف هي القادمه منصور بن سالم بن راشد بن حضيرم الكتبي مع المركز الثاني، المركز الثالث القادمه والحاضره سمحه خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي قادما بشعاره، بينما المركز الرابع اتابع القادمه شواهين علي بن هلال بن غريب الجنيبي هو القادم، بينما المركز الخامس القادمه مذيار ياسر بن خلفان بن سالم السنيدي هو القادم في هذه اللحظات، المركز السادس اتابع القادمه والحاضره تنطلق في هذه اللحظات معراض محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، بينما المركز السابع القادم شعار الدانة سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبية، بينما المركز الثامن أتابع شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري، والمركز التاسع القدوم والحضور أتابع المركز التاسع متابعين الكرام القادمة القادمة والحاضرة في هذه اللحظات أتابع مياسة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، والمركز العاشر أتابع القادمة الضبية أحمود بن علي بن سعيد الوهيبي. هكذا هي النتيجة والنداء الأول. نعود من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول في هذه اللحظات، ينطلق الشعار العيناوي مع المركز الأول ومع الصدارة مع غزر سعيد بن مظفر بن محمد العامري، يقدم غزر مع المركز الأول ومع الصدارة في هذه اللحظات، تنطلق وتنفرد بالصدارة، بينما القادمة في هذه اللحظات والحاضرة أتابع سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي قادم بشعاره مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث زف هي القادمة منصور بن سالم بن راشد بن حضير ملكتبية، بينما الدور دور المركز الرابع ليتابع شواهين علي بن هلال بن غريب الجنيبية، المركز الخامس أتابع القادمة والحاضرة بشعار بن مرخان الدانة الدانة قادمة بكل قوة سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبية هو القادم، والحضور مع المركز السادس القادمة والحاضرة مذيار ياسر بن خلفان بن سالم السندي، بينما المركز السابع أتابع القدوم والحضور من شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري قادم في هذه اللحظات، المركز الثامن القادمة مياسة مطر بن حمد بن عصيان المنصوري، والمركز التاسع القادمة مع المركز التاسع في هذه اللحظات الضبية أحمود بن علي بن سعيد الوهيبي، والمركز العاشر القادمة معراض محمد بن مسلم بن سلطان المنصوري، وهكذا النداء الثاني. أخوان نعود إلى غزر وانطلاقتها، غزر مع المركز الأول سعيد بن مظفر بن محمد
الجد العامري يقدم شعاره وينطلق مع غزر في هذه اللحظات. الله يا القادمة سمحة سمحة قادمة بكل قوة. خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي الكيلو متر الأخير الكيلو الكبير، وسمحة تجاوزت وبدأت بالمغادرة في هذه اللحظات. يا سلام، خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم شعاره ينطلق مع المركز الأول ومع الصدارة. بدأ يباعد المسافة في هذه اللحظات، ينطلق مع سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. الله يا سمحة وانطلاقتها واندفاعتها الكبيرة، عرض كبير أداء كبير، ما شاء الله تبارك الرحمن على سمحة وانطلاقتها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. سلام وتحية واحترام لمالك هذا الشعار خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من قدم سمحة. والنقطة الثانية لهذا الشعار سلام وتحية واحترام من هذه اللحظات سمحة 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 خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار الكبير. المركز الثاني وصلت الدانة سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، المركز الثالث غزر سعيد بن مظفر العامري، والمركز الرابع وصلت شهد حمد بن خويتم بن بخيت العامري، والمركز الخامس وصلت الضبي حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. إذا تهانينا والناموس لمالك سمحة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار الكبير. لحظات وصول سمحة معلنة هذا الانتصار والتحدي الكبير. التوقيت الزمني 7:36، جزئين من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت غزر سعيد أو الدانة. متابعنا الكرام سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، اكتبي 7:40، 7 أجزاء من الثواني. والمركز الثالث غزر سعيد بن مظفر بن محمد العامري، 7:41، 8 أجزاء من الثواني. إذا تهانينا والناموس للجميع.